السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم الفيديو اللي احنا بنقدمه بشكل سنوي معتاد وبنتكلم فيه من خلاله عن افضل العاب السنه. وكل سنه وانتم طيبين. المفروض يعني وقت ما انا بسجل الفيديو ده خلاص اخر يوم في السنه، انتوا هتشوفوه يوم 1 يناير المفروض، يعني لو ما حصلش اي مشاكل في رفع الفيديو. وطبعا الفيديو ده هيكون مخصص لافضل العاب انا لعبتها السنه دي، الالعاب اللي انا لعبتها، لان في العاب للاسف الشديد انا ممكن اكون فوتها في الفتره اللي انا كنت بنقل فيها من محافظه لمحافظه تانية. وطبعا خلال الفيديو اللي جاي هيكون فيه كلام اكتر عن العاب المحبطه عموما. بس قبل ما نخش بقى في الليسته بتاعت الالعاب ذات نفسها ونتكلم عنها، عاوز اخد حبه دقائق كده ونتكلم فيها عن 2018 عموما بالنسبه للسنين اللي احنا شفناها في الجيل الحالي. السنه كانت سنه كويسه، بس مش هقدر ان انا اعلي فوق كلمه كويسه باي شكل من الاشكال، لان انا بصراحه ما زلت شايف لحد دلوقتي ان 2017 كانت وما زالت هي افضل سنه ممكن تكون مرت على الواحد في خلال الجيل الحالي. ده من خلال كميه الالعاب اللي الواحد وصل في اخر السنه، والالعاب اللي هي تعتبر مميزه، الالعاب الممتازه من ناحيه المستوى والكلام ده. ولما اجي ابص تقريبا لسنه 2017 كان عندي العاب كتيره جدا، يمكن انا شخصيا قيمتها باعلى تقييم ممكن اديه لها. ومن ناحيه جانب الالعاب التريبل اي بالتحديد كانوا 7 العاب، انما السنه دي للأسف الموضوع، وهو كما واضح يعني في اختيارات الناس، ان الكلام والنقاش كله ما بين لعبتين، Red Dead Redemption 2 و God of War. اللعبتين ممتازين، اللعبتين من افضل الالعاب اللي نزلوا في خلال الجيل الحالي، بس الناس ما بيتكلموش الا على اللعبتين دول. ممكن انا شخصيا ازود لعبتين كمان مثلا من عندي زي Forza Horizon 4 و Monster Hunter World بالنسبة للألعاب اللي هي تريبل اي، بالمقارنة بالسنة اللي فاتت برضو ما كانوش بنفس العدد وبنفس الكترة وبنفس التنوع الواحد كان منتظره من سنة 2018، من بعد لما الواحد شاف ان 2017 هي ممكن تكون خلاص بدأت توضح للواحد ان في حالة نضج شوية حصلت في عملية تطوير الالعاب، وفي مطورين طلعوا من القوقعة بتاعت الجيل اللي فات. ولكن ده كان بالنسبة للجانب الالعاب اللي هي تريبل اي. بالنسبة للجانب الالعاب الاندي او الالعاب المستقلة، بصراحة 2018 كانت سنة ممتازة بالنسبة للنوع ده من الالعاب. الواحد لعب العاب حلوة جدا، اتكلمت عن بعضها من خلال مراجعات في القناة، بعضهم ما كانش عندي رفاهية الوقت اطلاقا ان انا اتكلم عنهم، ولكن الواحد هيديلهم حقهم يعني في خلال الفيديو ده. ومن خلال الالعاب المستقلة عموما انا شفت حالة، كان السنة اللي فاتت لما انا كنت قدمت الفيديوهات انا كنت بقدم فيديو مخصوص للالعاب المستقلة، ففي صديق ليا كان قال لي مفروض انك انت تقدم الالعاب المستقلة مع الالعاب العموما اللي هي التريبل اي، لان ساعات في تجارب وسط الالعاب المستقله بتتفوق وبتبقى احسن من الالعاب التريبل اي. وبصراحه انا حسيت بحاجه زي كده بنسبه كبيره جدا السنه دي. فعلا انا السنه دي في العاب مستقله انا شايف ان التجارب بتاعتها بالنسبه لي شخصيا كانت ممكن تكون ممتازه واكتر امتاعا ومبتكره عن بعض الالعاب اللي بتصرف عليها ملايين وشغال عليها مثلا فوق ال 100 شخص. وعشان كده انا هدمج الكلام عن الالعاب المستقله مع الكلام عن الالعاب اللي هي تريبل اي او الالعاب اللي هي بتبقى من انتاج بمستوى عالي وميزانيه عاليه. غير كده انا في حاجه ممكن تكون جديده شويه هعملها، زي ما انا عودتكم كل سنه انا بتكلم عن الالعاب بترتيب النزول وبعد كده باجي في الاخر بقول افضل لعبه انا لعبتها، ولكن انا السنه دي هعمل حاجه مختلفه، ان انا هاجي في الاخر وهتكلم عن افضل 5 العاب انا لعبتهم بالترتيب. وفي العاب لازم اذكرها بشكل شرفي، لان في العاب تانية هتكلم عنها اكتر من نوم. اول حاجة كان ريميك بتاع Shadow of the Classes، تاني حاجة كانت لعبة نينو كوني 2 Revenant Kingdom و Far Cry 5 و DLC بتاع Prey Moon Crash. اتكلم بقى عن افضل الالعاب اللي انا لعبتها في خلال السنة دي، وكانت اول لعبة هي A Way Out. اعتقد ان مفيش ناس كتير اتكلموا عن A Way Out في اخر السنه دي، وبصراحه A Way Out من اكتر الالعاب اللي انا استمتعت بيها السنه دي. لعبه كانت بسيطه جدا، كانت صغيره، مدتها تقريبا 3 ساعات، من انتاج ممكن نقول شبه مستقل. واللعبه تجربه الكوب او تجربه السبليت سكرين اللي كانت فيها حاجه ممكن تكون فريش مختلفه شويه، وخصوصا الطريقه اللي انتهت بيها اللعبه نفسها. انا عن نفسي شايف ان التجربه دي على الرغم من بعض مثلا المحدوديات اللي كانت فيها، الا انها في الاخر كانت مقدمه حاجه فعلا كويسه جدا.
ديترويت بيكام هيومن. انا عارف كويس جدا ان ممكن بعض الناس يسلطوا الضوء على بعض العيوب اللي كانت فيها من ناحيه الكتابه او من ناحيه القصه، وانا عن نفسي شخصيا اتكلمت عن الحاجات دي في المراجعه بتاعت اللعبه، وبالاضافه كمان لحاجات تخص الجيم بلاي، لان دايما مخرج اللعبه اللي هو ديفيد كيج يقعد يتكلم عن ان هو بيحط حاجات معينه لغرض الايموشنز. يعني بصراحه مش كانت حاجه منطقيه منه لبعض اللحظات اللي بتبقى في الجيم بلاي بتاعت الالعاب بتاعته، ولكن ديترويت بيكام هيومن كانت ممتازه من ناحيه جانب معين خلى اللعبه دي تعلم معايا شويه، وهو الاختيارات. طريقه تقديم الاختيارات في اللعبه كانت ممتازه، ان فعلا يكون قدام اللي بيلعب اختيارات مؤثره توديه في مسارات مختلفة جدا في الأحداث. وحاجة زي كده خلتني شخصيا بعد لما خلصت اللعبة بتفرج على فيديوهات لناس وهم بيلعبوا اللعبة بشوف اختاروا ايه او عملوا ايه، بتفاجئ بأحداث انا ما كنتش اتوقع ان اللعبة ممكن توصل ليها. ده الجانب اللي انا شايف ان هو معيار يتاخد بيه في الألعاب اللي هي الانتراكتيف ناراتيف او الانتراكتيف دراما، ويتقال للمطورين اللي بيعملوا النوع ده من الألعاب بصوا لحاجة زي كده وحاولوا انكم تعملوا تجربة فيها اختيارات مؤثرة، اختيارات لها معنى، مش اختيارات بتوهم الشخص اللي بيلعب ان هو بيحدد مصير الشخصيات الموجودة في اللعبة نفسها. اللعبة بعد كده هي من تطوير استوديو مستقل وقدم لنا لعبة مستقلة في خلال تقريبا سنتين اللي فاتوا، وهي كانت اسمها This War of Mine. This War of Mine و Frostpunk اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي ممكن نقول مشتركين مع بعض في فكرة إدارة أزمة أو إدارة حاجة أنت بتطلع منها بقدر الإمكان ما عندكش خسائر كتير، أنت كده كده خسران. ففروستبانك ما كانتش زي This War of Mine إطلاقا، كانت حاجة ممكن تكون مختلفة من ناحية الجيم بلاي، سيميوليشن لإدارة مدينة وآخر مدينة على وش الأرض، وبتحاول أنك تخلي السكان المدينة دي يفضلوا عايشين على قد ما يقدروا. الاختيارات في اللعبة من ناحية أنك أنت بتبني المدينة إزاي من ناحية البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية والبنية التحتية كانت اختيارات صعبة جدا، اختيارات بتحسس الواحد بالذنب وهو بيعملها. والسيناريوهات اللي بتظهر من اللعبة أكتر وأكتر مع الوقت سيناريوهات كانت ممتازة، وانصح بشدة الناس اللي بتحب الالعاب اللي هي مبنية على بناء المدن ان هم يلعبوا اللعبة دي. واللعبة لحد دلوقتي بيتم دعمها من المطورين بتوع اللعبة بشكل كويس جدا، بيقدموا لها محتويات وقدموا لها زي اندلس مود وخرائط جديدة وسيناريوز جديدة. وانا شخصيا كواحد ما بيميلش دايما للالعاب الاستراتيجية، الالعاب اللي هي معتمدة على بناء المدن والكلام ده، اللعبة دي كانت صراحة حاجة كويسة جدا بالنسبة لي، وحاجة ممكن تكون تجربة مختلفة وجديدة، واعتقد انها كمان مختلفة بنسبة كبيرة عن اي لعبة من نفس النوع ده من الالعاب الاستراتيجية. السنة اللي فاتت ساعة لما انا قدمت فيديو افضل العاب مستقلة انا كنت لفت انتباهكم للعبة دي وهي لسه في مرحلة الايرلي اكسس بتاعتها، وقلت لكم انها لما تيجي تنزل هتبقى من ضمن افضل الالعاب اللي ممكن نشوفها في خلال 2018، وحصل. اللعبة بعد لما انتهى تطويرها بالكامل فعلا تجربة ممتازة جدا، وكانت من امتع التجارب اللي انا شفتها السنة دي في حتة انك انت دمجت نوعين من الالعاب اللي هي المترويدفينياز والعاب الروج لايكس، ومطورين اللعبة قدروا ان هم يقدموا في الاخر تجربة فيها مخاطرة بيتحط فيها دايما الشخص اللي بيلعب، تجربة فيها التجديد بشكل مستمر لاساليب اللعب، تجربة فيها عامل استكشاف بشكل حلو جدا. ممكن تكون اللعبة دي افضل حالة للدمج ده من النوعين من الالعاب حصلت لحد دلوقتي، وده بدون اي تعارضات ممكن تظهر مع عملية الاستكشاف والانتاج العشوائي للمراحل اللي بتقدمها اللعبة. واحدة من اكتر الالعاب اللي اخدت هايب بشكل كبير جدا السنة دي وهي سبايدر مان. انا شخصيا كنت فاقد الامل ان انا اشوف اي لعبة معمولة بشكل محترم، لان من بعد لعبة زي ويبز اوف شادوز كنت شايف ان انا في وسط مستنقع من العاب ممكن تكون متواضعة او سيئة، وده لشخصية زي سبايدر مان. لكن اختيار ان انسومنياك جيمز هما اللي يعملوا لعبة زي دي فعلا كان اختيار موفق جدا، لان هما قدروا ان هما يعملوا حاجة واحدة بس، لعبة تكون ممتعة، لعبة تكون مدركة بشكل كبير سبايدر مان محبوب من ناحية ايه وايه القدرات المميزة ليه اللي اي حد يقدر ان هو يستخدمه وهو بيلعب فيديو جيم. الويب سوينجينج في اللعبة دي كان معمول بشكل عظيم، الكومبات على الرغم ان هو مفهوش اختلاف كبير عن الكومبات بتاع سلسلة باتمان أركام كان معمول بشكل حلو جدا،
وانا يمكن شايف ان اللعبه دي مقدمتش حاجه ممكن تكون جديده بالنسبه لالعاب السوبر هيروز زي ما باتمان اركام اسايلم عملت اول ما نزلت، والتجربه في الاخر كانت شبه مثاليه لشخصيه زي سبايدر مان، وكان واضح جدا ومعروف ان في استمراريه ممكن تحصل الالعاب بتاعه سبايدر مان. لكن انا شخصيا اتمنى وبشده ان انسومنياك يحاولوا في خلال الاجزاء اللي جايه يجددوا شوية في الأفكار بتاعتهم، لأن كانت اللعبة بتستعير أفكار بنسبة كبيرة جدا من الألعاب بتاعت يوبي سوفت. انسومنياك في لعبة زي مثلا سانسيت أوفر درايف كانوا عاملين لعبة ممتازة الصراحة، فلو قدروا في الأجزاء اللي جاية إن هم ياخدوا اللي هم عملوه في سانسيت أوفر درايف ويحطوه في أجزاء جديدة من سبايدر مان، هنشوف حاجة ممكن نقول إنها أفضل بكتير من ناحية تركيبة العالم مفتوح ذات نفسه. Forza Horizon 4 اعتقد ان انا لو كنت عملت ريفيو ليها كنت اديتها اعلى تقييم عندي، وفعلا اللعبة دي مثال لحاجة انا كنت اتكلمت عنها مع لعبة زي Shadow of Mordor قبل كده، ان فكرة واحدة من الممكن انك انت تغير بيها مسار لعبة بالكامل او تغير بيها فكرة لعبة بالكامل، حتى لو كان باقي الافكار اللي حوالين الفكرة دي حاجات ممكن نكون شفناها قبل كده. Forza Horizon 4 قدرت انها تحافظ على المستوى الممتاز اللي احنا شفناه في 3 من ناحية المحتوى، من ناحية المتعة بتاعت اللعب، من ناحية نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم في اللعبة، ولكن بفكرة واحدة بس غيرت الموضوع وطلعت برا الصندوق شوية بالنسبة اللي دايما بنتوقعه من العاب سباق السيارات، وهو انك انت تعمل نظام التغييرات الموسمية الموجودة في اللعبة، انك انت تقدم فترات الربيع والصيف والشتاء والخريف، وكل فترة بتيجي بحالات طقس مميزة من الممكن انها تأثر بشكل كبير على اسلوب لعبك وتغيره، وتغير كمان من الخريطة بتاعت اللعبة. الفكرة دي فوق بقى اللي احنا شفناه قبل كده من Forza Horizon 3 خلت الصراحة اللعبة دي تجربة ممتازة، وما زالت متربعة بالنسبة لي على عرش افضل لعبة سباق سيارات لعبتها لحد دلوقتي. جراس ممكن تكون من اجمل الالعاب اللي انا لعبتها في خلال الفتره اللي فاتت، عشان الناس تبقى عارفه كويس جدا جراس هي بتقدم ايه، تخيلوا كده لعبه زي جيرني اللي كانت نزلت على بلاي ستيشن قبل كده، بس بجيم بلاي اكتر، ببازلز اكتر، ببلاتفورمينج ممكن يكون في تحدي في بعض الاحيان. اللعبه فعلا كانت حاله فنيه جميله جدا، والالوان والموسيقى بتاعت اللعبه، الناس اللي بتحب الساوند تراكس بتاعت هانز زيمر وبالتحديد الساوند تراك بتاع انترستيلر هيلاحظوا قد ايه ان الساوند تراك بتاع جراس متاثر بيه بشكل حلو جدا، ممكن نقول ان هو بيتناسب بشكل كبير جدا مع المراحل اللي بتقدمها اللعبه. انا شخصيا ما عنديش اي حاجة اقولها عن جراس غير انها تحفة فنية، وزي جيرني بتستخدم الجوانب الجمالية اللي فيها بحيث انها تعلي من قيمة التجربة بشكل عالي جدا، لان اللعبة زي ما قلت لكم هي فيها جيم بلاي اكتر من جيرني، بس مازال جيم بلاي ممكن يكون تقليدي وعادي شوية، والبازل سولفينج فيها مش صعب قوي للدرجة. انا هنا استعرضت لكم افضل الالعاب اللي انا شفتها في خلال السنه اللي فاتت بالترتيب بتاع النزول، ولكن من هنا بقى هنبتدي نخش بقى على الالعاب اللي انا عاوز اقدمها لكم كافضل العاب انا لعبتها في خلال السنه اللي فاتت، بس بالترتيب من المركز الخامس لحد المركز الاول. اللعبه في المركز الخامس هي سيليست. سيليست واحده من اجمل الالعاب الاندي اللي انا لعبتها في خلال ممكن نقول الخمس سنين اللي فاتوا. اللعبة اولا بلاتفورمر ومعتمدة على انها تقدم تجربة قريبة شوية من سوبر ميت بوي، وواخدة بشكل كبير فلسفة التصميم بتاعت العاب ماريو القديمة. فلسفة التصميم دي عشان تبقوا عارفين كويس جدا هي كانت مبنية على ان تستخدم ميكانيك واحدة بس او زرار واحد بس اللي هو زرار مثلا زي النط، بحيث انك انت تقدر تعمل بيه حاجات كتيرة جدا جوه اللعبة، وهنا خلوك تعمل حاجات كتيرة جدا في التنقل بين المراحل عن طريق تصميم المراحل ذات نفسها. تصميم المراحل في اللعبة كان مبتكر جدا، كان في حالات من العبقرية في بعض الأحيان والتحدي بشكل كبير، لأن سيليست أي حد هيلعبها يموت فيها كتير قوي زي سوبر ميت بوي، وعلى عكس الألعاب المستقلة اللي دايما بنشوفها من النوع ده اللي بتكون مفيهاش قصة كتير، سيليست كانت القصة بتاعتها حلوة جدا، وممكن اقول انها من افضل القصص اللي ركزت على جانب الامراض النفسية والصحة النفسية بشكل عام، وحاجة زي الاكتئاب بالتحديد واضطرابات القلق. قصة بطلة اللعبة واللي بتمر بيه ورمزية انها بتحاول تطلع لأعلى قمة جبل
موجود قدامها دي حاجة كانت معمولة بشكل عظيم جدا عشان تقدم قصة ممكن تكون مؤثرة، قصة تلفت انتباه الناس بشكل كبير جدا. ده حتة الصراعات اللي بيمر بيها المريض النفسي، وخصوصا لو حد عنده الانكزايتي او مثلا اضطرابات القلق. Return of the Obra Dinn انا مش هعرف اتكلم عنها كتير، بس انا ممكن اقول انها من افضل واعظم الطرق اللي انا شفتها في حتة انك انت بتدمج الجيم بلاي مع عرض القصة. الجيم بلاي بيعرض القصة والقصة بتكمل الجيم بلاي بشكل انا شخصيا ما شفتوش قبل كده، بيخلي اللعبة دي واحدة من افضل العاب التحقيق في الجرائم اللي انا لعبتها، وان ما كانتش هي الافضل. اللعبة دي طبعا ما فيش بعدها اي لعبة مستقلة تانية انا ممكن اتكلم عنها، وزي ما انا كنت قلت في المراجعة بتاعتها هي افضل لعبة مستقلة انا لعبتها في خلال 2018، والصراحة لعبة ممتازة. ومخرج اللعبة لوكس باب الصراحة من افضل مطورين الالعاب المستقلة، لان هو كل مرة بيقدر ان هو يقدم تجربة مختلفة، تجربة مميزة، تجربة تكون مركزة على فكرة معينة في الجيم بلاي وقصة نفسها، ويقدر ان هو يبني عليها حاجة ممكن تكون استثنائية وممتازة. وده نفس الكلام اللي حصل مع لعبته اللي فاتت اللي هي Papers Please. تالت افضل لعبة انا لعبتها السنة دي هي Monster Hunter World. انا شخصيا ما كنتش من الفانز ولا لعبت اي جزء من اجزاء Monster Hunter، بس سمعت كلام كتير جدا كويس عن اللعبة، وانا شخصيا بحب الالعاب اللوترز، بس للاسف الشديد في خلال الفتره اللي فاتت الالعاب دي فعلا على الرغم ان في منهم اللي قدم افكار ممتازه، ولكن في بعض الالعاب اللي هي تعتبر مزرعه سياسات ماديه سيئه جدا. لكن مونستر هانتر وورلد لقيت انها قادرة انها تعالج بعض مشاكل النوع ده من الالعاب، لقيت انها قادرة انها تقدم سياسات مادية ممتازة. واول نقطة اللي هو مشاكل بتاعت النوع ده من الالعاب حتة الجرايند. اللعبة دي في وجهة نظري قدرت انها تخلي الجرايند حاجة ممكن تكون ممتعة شوية، وده من خلال انك انت بتفضل تتعلم طول ما انت ممكن بتقتل وحش لعشر مرة ورا بعض، وتعلمك الدائم بيكون من خلال ان اللعبة مش فيها كومبات سيستم واحد، ده فيها كومبات سيستمز مختلفة ل 14 نوع سلاح، كل سلاح ليه اسلوب لعب فريد من نوعه، والطريقة التعامل مع الوحوش والتجهيز لانك انت تصطادهم او تقتلهم كانت حاجة ممتازة من ناحية التصميم. وعلى جانب الماديات انا ممكن اقول ان اللعبة دي من اكرم الالعاب اللي انا شفتها لحد دلوقتي. اللعبة دي ما فيهاش سيزون باس، اللعبة دي ما فيهاش مايكرو ترانس اكشنز، اللعبة دي ما بينزلهاش دي ال سي مدفوعة، وده لحد الاكسبانشن اللي جاي في خريف 2019، بس الدي ال سيز اللي بتنزل لحد دلوقتي والايفنتس كلها مجانية. المهم نروح لتاني افضل لعبة، كلكم عارفين كويس جدا انا هختار ايه وبعد كده هختار ايه. اللي متابع ريفيوز او اللي متابع الفيديوهات بتاعت القناة بعرف كويس جدا اختياراتي لتاني واول افضل العاب في السنة. تاني افضل لعبة في السنة بالنسبة لي هي كانت God of War. ولكن قبل ما اتكلم عن اللعبة نفسها ضروري ان انا اقول لكم على حاجة، ان الثلاثية القديمة بتاعت God of War ما كانتش من الالعاب اللي انا متيم بيها قوي او الالعاب اللي انا حاببها بشكل جنوني، وكنت شايفها العاب مسليه، ولكن لما كنت ابص لها كنت الاقي انها لعبه بمستوى جيد، وكان في فرصه ان اللعبه دي من ممكن انها تبقى مستاهله الحب الشديد او ممكن نقول الفان فير اللي دايما بتاخده مع كل جزء كان بينزل منها. من وجهه نظر الشخصيه انا عارف ان في ناس كتير جدا ممكن يختلفوا معايا، انا واحد شايف ان كان في العاب هاكن سلاش افضل منها بكتير، وخصوصا الالعاب الياباني بالتحديد. ولكن لما اجي ابص لجاد اوف وور 2018 اللعبه دي بالتحديد قدرت انها تحط كل حاجه انا كان نفسي ان انا اشوفها في اللعب او الاجزاء القديمه. جيم بلاي يكون في افكار او في بلاي ستايلز مختلفه، وجيم بلاي يكون سهل انك انت تتعلمه، صعب انك انت توصل لاحترافه بشكل كامل، وده من خلال كومبات ما كانش معتمد على كميه كبيره من الاسلحه، الادوات اللي كانت في ايدك حاجات بسيطه، لكن بالادوات البسيطه دي ممكن تلاقي نفسك عندك اساليب لعب مختلفه وكتيره، وده كان بابجريد سيستم الصراحه كان حلو جدا، هيئه بشكل كبير جدا للاستكشاف ان هو يكون متقدم بالمستوى الممتاز ده. اللعبه في الاخر انا شايف انها كانت من ناحيه الجيم بلاي بلو برينت او زي رسمه هندسيه كده لازاي انك انت تبني لعبه سنجل بلاير بشكل كويس جدا، من ناحيه محتوى، من ناحيه عمق الجيم بلاي، والقصه في الاخر كانت من افضل القصص اللي انا شفتها في خلال الجيل الحالي، بانك انت تبتدي بقصه شخصيه لرحله شخصيه لاب وابنه، والرحله دي بتاهلهم ان هم يخشوا في ملحمه وسط الشخصيات اللي بتمثل الاساطير بتاعت
النورث ميثولوجي او الاساطير النورديه. غير كده المحصله النهائيه بتاعه جاد اوف وور واللي قدرت انها تقدمه في الاخر مخلي الاستمراريه بتاعه السلسله بقى في خلال السنين اللي جايه او في خلال بقى الجيل اللي جاي ممكن تكون فعلا اكتر لعبه انا عارف ان هيكون ليها اجزاء جديده او جزء تاني. انا مستنيه في الوقت الحالي هي جاد اوف وور 2 او ايا كان بقى العنوان بتاعها، لان انا شخصيا شايف ان هما فتحوا لنفسهم مجال ان هما يقدموا افكار في الجيم بلاي بشكل اكبر واعظم وافضل. انا كنت شايف في الاول الموضوع ممكن يكون بالنسبة لهم حطوا تحدي كبير جدا ان هما يعلوا فوق مستوى الجزء الاول، ولكن انا من بعد لما قريت اكتر عن النورث ميثولوجي وقريت الكتاب بتاع نيل جيمان اللي هو اللي اسمه نورث ميثولوجي نفس الاسم كده، لقيت ان في فرص من ناحيه الجيم بلاي ممكن يحطوها قدامهم، وانا متاكد وعارف انهم ممكن يكونوا مدركينها. انا شايف انهم ممكن يطلعوا بمستوى اللعبه دي لحاجه اسطوريه اكتر واكتر في الاجزاء اللي جايه كمان. ده غير ان من ناحيه القصه انا مش قادر استنى واشوف ايه اللي هيحصل في خلال الجزء اللي جاي، خصوصا لو حد فيكم قرا برضه عن النورث ميثولوجي هيكون متوقع بعض التفاصيل في الاحداث اللي شكلها كده هتكون سوداويه قوي. قبل ما اخش بقى على اللعبه اللي انا بتمثل لي ممكن اقول انها افضل لعبه في خلال السنه دي، انا عاوز بس اتكلم اكتر عن جاد اوف وور واقول ليه جاد اوف وور ممكن ما تكونش بالنسبه لي هي اللعبه الافضل السنه دي، وعلى الرغم ان اختيارها ما بينها وبين ريد ديد ريدمشن 2 اللي هنتكلم عنها بعد شويه كان اختيار صعب. جاد اوف وور بالنسبه لي ممكن تكون هي عباره عن Action Adventure Games Greatest Hits، اختيار لافضل الافكار واختيار لافضل الجوانب اللي انت شفتها في الالعاب بتاعت الاكشن ادفنتشر من مثلا من ايام اجزاء زيلدا القديمه لحد مثلا سولز جيمز، وبتجمعها وبتحطها في لعبه واحده. اللعبه الافكار بتاعتها من ناحيه الجيم بلاي مزروعه في العاب اكشن ادفنتشر من قبلها كتير، ودي حاجه مش عاوز الناس يفتكروا ان انا بعيب اللعبه عليها، بالعكس دي حاجه كويسه جدا. ولعبه زي باي شوك في 2007 عملت حاجه زي كده لما بصت الشوترز اللي جم قبلها، وخصوصا الشوترز اللي بيتقال عليهم الاميرسيف سيميليترز. فاللي انا شفته في جاد اوف وور ممكن يخليني اقول انها دارك سايدرز معموله بامتياز، معموله بشكل ممكن نقول ثوري من ناحيه التقديم. الثوريه اللي انا شايفها موجوده في جاد اوف وور مش في افكار الجيم بلاي او في تصميمها او حاجه زي كده، انما ثوريه تقديم. ثوريه تقديم من ناحيه الطريقه اللي انت كتبت بيها القصه، ثوريه تقديم من ناحيه الطريقه السينمائيه اللي انت عرضت بيها اللعبه، وكمان قدرت انك انت تخلي اللعبه موزونه ما بين السينمائيه والجيم بلاي ذات نفسه، ومفيش حاجه ممكن تكون اعلى من الثانيه، خلي كله على مستوى واحد. وعشان كده زي ما قلت لكم في الاول اللعبه دي بتمثل بلو برينت او رسم هندسي اللي المفروض ان احنا نشوفه من الالعاب اللي هي الاكشن الخطيه المعتمد على انك انت تقدم قصه فقط وما يكونش فيه مثلا جوانب مالتي بلاير او حاجه زي كده. ومن هنا ننقل للعبه اللي انا شخصيا اخترتها كافضل لعبه انا لعبتها في 2018 وهي Red Dead Redemption 2. اللعبه دي ممكن اقول انها هزتني بشكل كبير على مستوى شخصي من ناحية القصة، ولكن خلوني زي ما انا نهيت الكلام عن God of War من ناحية الجيم بلاي اتكلم برضو عن Red Dead Redemption من ناحية الجيم بلاي هي كمان. في خلال الجيل الحالي نوع من الالعاب المفضلة عندي وهو الالعاب عالم مفتوح للأسف شديد دخلت في حالة حب وكراهية معاه، حب بسبب ان في العاب ممتازة اتقدمت ولكن دول العاب بيتعدوا على صوابع الايد، وكراهية من ناحية ان النوع ده من الالعاب دايما كان عبارة عن حاجة كده معمولة عشان انك انت تعملها لانك انت تكسب فلوس اكتر او تبرر انك انت مقدم لعبة ب$60 ومحتوى بتاعها ممكن يكون محتوى متواضع او ساعات كمان اقل من المتواضع. فكترة الالعاب العالم مفتوح كانت كترة ممكن تكون تجارية بشكل كبير جدا، والافكار اللي ممكن تنقل النوع ده من الالعاب لقدام او تقدم معايير كبيرة تطور النوع ده من الالعاب من بعد الجيل اللي فات كانت العاب قليله. واعتقد ان Red Dead Redemption 2 من ضمن الالعاب القليله اللي بتنضم لنوع ده من الالعاب. Red Dead Redemption 2 عرفت انها توظف عالم مفتوح بشكل كبير لمنطقه من دوله بتمر بتحول، تحول اجتماعي، تحول سياسي، تحول اقتصادي، والتحول ده جزء ده من الدوله نفسها بيتصارع معاه ناس كتير. فاللعبه قدرت انها تستغل العالم المفتوح بتاعها انها تحكي التحول ده من خلال حاجات كتيره جدا، قصص ابطال اللعبه والعصابه بتاعه داتش اللي احنا شفناها
طول احداث اللعبه، قصه الناس الموجودين في المدن، القصص اللي انت بتشوفها في المهمات الجانبيه، القصص اللي بتشوفها في المواقف الصغيره اللي بتعدي عليك في عالم اللعبه. كل دي ادوات بيتم استخدامها عشان تحكي حكايه واحده اللي هو حكايه الغرب الامريكي اللي خلاص بينتهي. وتصميم العالم مفتوح بحيث ان هو يخدم تقديم القصه دي كان معمول بشكل عظيم، ويمكن العاب قليله جدا حاولت انها تستغل مثلا الشخصيات الموجوده في عالم اللعبه عشان يكونوا اداه لحكايه العالم ده، ولكن الالعاب دي ممكن نقول ما قدرتش انها تكمل وثابت الافكار بتاعتها، ممكن نقول مش كامله. لكن هنا في Red Dead Redemption 2 انك انت تكمل على الافكار دي وتعلى بيها اكتر واكتر لقدام، وتحط معايير لانك انت تخلي الام بي سيز في عالم اللعبه يكونوا مثلا شخصيات واقعيه بتتعامل معاك، دي حاجه ممكن تخلي Red Dead Redemption بالنسبه لي قيمتها اعلى بكتير. طبعا انا كنت اتمنى ان روكستار يكملوا جملهم ويخلوا مثلا جانب الحريه في الاستكشاف وجانب الحريه في التعامل مع المدن في عالم اللعبه واللي احنا شفناه من خلالها يكون موجود برضو في المهمات اللي تخص القصه بتاعت اللعبه، ولكن روكستار ممكن نقول منشفين دماغهم من ناحيه الاسلوب اللي دايما بيقدموا بيه المهمات الاساسيه بتاعت الالعاب بتاعتهم، ودي حاجه انا كنت اتكلمت عنها باستفاضه في الريفيو بتاع اللعبه. ولكن الجانب التاني اللي خلاني مش قادر انسى اللعبة دي ومش قادر انسى الاحداث بتاعتها القصة. القصة دي من ممكن تكون من افضل قصص الالعاب اللي انا لعبتها طول حياتي، وارثر مورغان بالتحديد بطل اللعبة انا ممكن اقول بكل صراحة افضل شخصية انا شفتها في الفيديو جيمز لحد دلوقتي. اخيرا في شخص جه من بعد مثلا 14 سنة من ساعة لما لعبت لعبة زي Metal Gear Solid 3 قدر يخليني ان انا انزل شخصيه مثلا زي بيج باس للمركز الثاني، لان شخصيه ارثر الصراع اللي هو بيمر بيه اللي بيحصل بينه وبين العصابه واللي بيحصل بينه وبين داتش والتغيير اللي بيحصل للتفكير بتاعه اكتر واكتر مع الوقت مخليني فعلا قادر ان انا احس ان انا موجود مكانه. شخصيه فعلا واقعيه بشكل كبير جدا، ما اتكتبش زيها في فيديو جيمز بالشكل ده تماما، والكتابه بشكل عام في اللعبه دي كانت معموله بامتياز، وده اللي خلاني ان انا ابص لقيمه القصه دي في الاخر على انها حاجه بنفس مستوى مثلا مسلسل ذا واير وقيمته بالنسبه للاعمال الدراميه التلفزيونيه عموما، وده يخليني ممكن اقول ان لعبه زي Red Dead Redemption 2 هي ذا واير الفيديو جيمز. فده كان كل الكلام اللي احنا ممكن نقوله عن الالعاب اللي انا شايف انها كانت من افضل الالعاب اللي انا لعبتها في خلال 2018. اتمنى 2019 ما يجيش في اخرها واقول نفس الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو، ان انا شايف ان كانت السنه جافه شويه من ناحيه الالعاب المميزه والعمليه تكون راسيه معانا على لعبتين او حاجه زي كده. اتمنى ان 2019 تفاجئني على مستوى الالعاب المميزه زي 2017. انا طبعا مستني انا اعرف ارائكم في الكومنتس، ايه هي افضل العاب انتوا لعبتوها في خلال السنه دي؟ يا ريت الناس لما تيجي تقول افضل لعبه بالنسبه لي قولوا ايه افضل لعبه بالنسبه لكم، ليه؟ انا عاوز اعرف بالنسبه لكم ليه انتوا مختارين اللعبه دي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، استنوني في خلال بقى الفيديو اللي جاي ونتكلم بقى عن اكتر العاب محبطه لعبتها في 2018، لان كان في كتير الحقيقه. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس بتاع التنبيهات، واشوفكم في فيديو جديد.